هواوي ميت إكس وجالاكسي فولد. بعد أن أعلنت سامسونج وبأربعة أيام عن سبقها لإنتاج أول هاتف قابل للطي جالاكسي فولد، خرجت هواوي بمفاجأة مدوية بإعلانها عن هاتفها القابل للطي أيضا هواوي ميت إكس، ليصل الصراع بينها إلى أوجه حتى قبل طرح الهاتفين في السوق. وفيما يلي أبرز مواصفات كلا الهاتفين: التصميم ومواصفات الشاشة. يتميز تصميم ميت إكس بسمك وحواف أقل بالمقارنة مع جالاكسي فولد، كما أن ميت إكس لا يتوفر على النوتش عكس جالاكسي فولد، بالإضافة إلى أن الشاشة القابلة للطي للداخل بالنسبة لجالاكسي فولد أكثر أمنا من شاشة ميت إكس القابلة للطي نحو الخارج، مما يجعلها أكثر عرضة للاصطدام. يعمل هاتف ميت إكس بثلاث وضعيات مختلفة: الأولى عند فتح الهاتف يكون حجم الشاشة 8 بوصة بدقة 2200 ضرب 2480 بيكسل، وعند غلقه تنقسم الشاشة الكبرى إلى شاشتين: حجم الأولى 6.6 بوصة بدقة 2248 ضرب 2480 بيكسل، وحجم الشاشة الثانية 6.38 بوصة بدقة 892 ضرب 2480 بيكسل. وتعمل كل واحدة من الشاشتين الصغيرتين أثناء توجيهها للأعلى أو لوجه المستخدم، في حين يعمل هاتف جالاكسي فولد بوضعيتين، فعند فتح الهاتف يكون حجم الشاشة الكبيرة 7.3 بوصة بدقة 2536 ضرب 2252 بيكسل، وعند غلقه نحصل على شاشة ثانية للهاتف حجمها 4.6 بوصة، إلا أن حوافها كبيرة بطريقة غير معتادة في الهواتف الذكية. كما أن الشاشة الكبرى لجالاكسي فولد تحتوي على نوتش به الكاميرا الأمامية الثنائية، على عكس ميت إكس المزود بحافة جانبية بها كاميرا ثلاثية تقوم بدوري الكاميرا الأمامية والخلفية بحسب وضعية الهاتف. المميزات التقنية: يتوفر هاتف جالاكسي فولد على معالج كوالكوم سناب دراجون 855 وذاكرة وصول عشوائية حجمها 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية حجمها 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.0، في حين يتوفر هاتف ميت إكس على معالج كيرين 980 وذاكرة وصول عشوائية حجمها 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية حجمها 512 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع دعم ذاكرة تخزين خارجية. مواصفات البطارية: يتوفر كل من الهاتفين على بطاريتين منفصلتين في كل جزء من الهاتف، ويصل إجمالي بطارية جالاكسي فولد إلى 4380 ميلي أمبير، وإجمالي بطارية ميت إكس إلى 4500 ميلي أمبير، كما أن قوة الشاحن في ميت إكس تصل إلى 55 وات، أي أن شحن 85% من البطارية يتم في نصف ساعة. مواصفات الكاميرا: يتوفر جالاكسي فولد على ثلاث كاميرات خلفية، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة متغيرة بين F1.5 و F2.4 مع دعم مثبت بصري وزاوية رؤية 77 درجة، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.4. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا واسعة الزاوية بزاوية رؤية 123 درجة كعين الإنسان وبفتحة عدسة F2.2. ويتوفر أيضا ميت إكس على ثلاث كاميرات خلفية، الأولى والرئيسية بدقة 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8، والكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 بزاوية رؤية عريضة، والكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4. الجيل الخامس للاتصالات 5G.
قامت هواوي بتزويد مايت اكس بشريحة 5000 بالغون الداعمة للجيل الخامس للاتصالات، والتي ستصل فيها سرعة الانترنت الى اعلى مما تصل اليه كل من سناب دراجون اكس 50 واكسينوس 5100. اسعار الهاتفين: يبلغ سعر جالاكسي فولد 1980 دولارا، في حين يصل سعر مايت اكس الى 2600 دولار. وبعد مشاهدتك لمميزات كل هاتف على حدة واطلاعك على سعر كل هاتف، سيسهل عليك الآن اختيار هاتفك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.